السلام عليكم، صباح الخير عليكم في نهار جديد، في فلوق جديد في دولة كيرغيزستان. في هذا الفلوق هذا غادي نكتشفوا مدينة كراكول، غادي نشوفوا شنو فيها، وغادي نشوفوا البلايص غادي نزوروا في هذه المدينة هذه ان شاء الله. So can you say something, which city are we now? We are in Karakol and now we're going to the Holy Trinity Church. Yeah. This is one of the landmarks of Karakol. The other one is a mosque. يلا على بركة الله نبداو الفلوق ديالنا ديال اليوم. واول حاجة غادي نمشيو غادي نشوفوا واحد الكنيسة كاينة هنايا، وبعد غادي نمشيو لواحد البلاصة أخرى بإذن الله. يلا على بركة الله نبداو. هاد الكنيسة هادي اللي كانت واجدو فيها دابا الاسم ديالها هولي ترينيتي اللي كاينة هنايا، ولكن كما كنشوف بأنها مهملة جدا، ما حتى واحد مسوق ليها ولا شي حاجة، ربما تيبني والله أعلم. حتى أن البلاد كما قلت لكم من قبل بأنها غير سياحية، واش دابا ما عرفش شنو واقع ليها. ودي ما بينة الآثارات اللي كيتشافو في مدينة كراكو كما كتشوفوا معي. بالنسبه للناس اللي مشاو لروسيا راه غادي يبان لهم بحال هذا النوع ديال الكنائس، لانه الكنائس ديال الارثوذكس ماشي ديال الكاثوليك. ولا بالك بزاف الناس اللي مشاو لروسيا ولا شي حاجه تفرجوا في المنتخب في المونديال غادي يبانوا لهذا النوع ديال الكنائس هادو. شوف كي داير. يا دي وان سي سي they were planning to paint it in 2017 but it looks like it wasn't painted yet. في 2017 كانوا باغيين يصبغوها بحال قلت هي ديروا لها الترميم، ولكن تيبان لي ما داروا لها ترميم لا والو، ربما نضربوا العقل الشيب. ها انتما مازال كما كتشوفوا معايا مازال مستور هكا. ها هو وقف قداش ولا شي شنو. شوفوا معايا هنايا حتى هاد السقف هذا اللي تكون ديال الكنيسه تشوفوها هو طايح هنا، هاد الثاني عاوتاني هنا، راه الثالث لهيه، الله اعلم شنو واقع. شوف كي داير الربيع تما هنايا، شي حاجه واعره تشوفوا بواحد الديكور زويونه، ولكن كل شيء مهمل. وباش تدخل ليها ضروري خصك تلبس، البنات يلبسوا بحال هكا السيف، والدراري ما يلبسوش مثلا صوفيات ما ولا شي حاجه، يعني بحال تكون داكشي شويه قريب الاسلام ديالنا. شنو كيدير من هنا؟ انا غادي نجيب الدور عليها، تيبان لي مطرقه. عرفتيني هذا هو الباب، هذا ما تيبان لي هذا هو الباب الرئيسي من هنايا. دابا كاين هذه هي البلاصه اللي غادي نشوف الاولى، غادي نشوف مدينه كراكول، غادي نمشيو عاوتاني غادي نشوفوا مسجد. كاين واحد المسجد هنا تيقولوا له دبلوماسك، يعني المسجد الازرق، ولا غادي نمشيو نشوفوا ان شاء الله. دابا هذه هي الكنيسه اللي شفنا، كنيسه ديال الارثوذكس. دابا غادي نمشيو نشوفوا مسجد ديال المسلمين، وغادي نشوفوا الفرق كي داير. المهم هنا هذه هي الكنيسه من لهنايا، ودابا يلاه نمشيو نشوفوا المسجد الازرق ونشوفوا كي داير، نشوفوا الفرق ما بيناتهم بجوج. هذا هو دبلو ماسك، هو هذا أميغوس. هذا هو دبلو ماسك كما كتشوفوا معايا، شكون اللي تيدعمو قدام تيجي من تركيا. شوفوا معايا هنايا، والمميز في هذا المسجد الازرق وهو ان الديزاين ديالو كان تم الديزاين ديالو مع واحد الشخص من الصين، هو اللي دار ليه الديزاين كما كتشوفوا. هذا هو المسجد والديزاين ديالو كما قلت من الصين، يعني واحد الشخص صيني هو اللي قادو. شوف هنايا شنو كاين، الصومعة في كاين البوق ديال الاذان، هذا هو الصرح ديال المسجد.
نشوفهم. شي سميه دبلوماسك لأنه باللون الأزرق. نشيل من على الداخل. تما كاين المكان ديال الوضوء. كما عرفتي كاين كمان سبرينغ. شي باش تعرفوا بان مدينه كراكول كتجمع جوج ديال الناس، يعني من ديانات مختلفه. كاين هما المسيحيين، المسيحيه اورثودوكس، وكتزيد غير واحد 600 متر كتلقى عاوتاني المسجد. كما شفتوا كنا في الكنيسه، دابا حنا عاوتاني هنا في المسجد. يعني الناس تجمعوا بيناتهم، عايشين مع بعضياتهم، صحاب الدين، الديانة المسيحية اللي هي الأرثوذكس، وهنا كاين المسلمين، يعني كلهم عايشين. كاين لا صراع لا والو. هادشي هذا راه ما بينت، هادشي راه جاي من زمان وهمايا. يعني كاين السلم، ما كاين لا صداع، ما كاين لا مشاكل، ما كاين والو. والجميل في هذا ان المدينة ملي كتقدر فيها الطرق، البنية التحتية ديالها ماشي شي حاجة. باش نقول لكم واحدة، البلاد كاملة ماشي غير المدينة، عليها انه الا جيتي لهنا وبغيتي تكري طوموبيل، وياك تكري شي طوموبيل مثلا على سبيل المثال في المغرب، كتكري رونو كليون ولا شي حاجه، ولا شي سيتروين سيتروا. الا مشيتي تكريتي شي طوموبيلات بحال هادو فمثلا في دوله كيرغستان، كن متاكد بان البارشوك غادي يمشي لك ولا غادي تحصل وسط شي بلاصه. عليها الا جيتي لهنا غير كري شي 4x4 ولا شي حاجه، ربما غادي يبان لك الثمن ماشي شي ثمن مختلف بزاف، ولكن غير ما بيناتهم واحد الثمن اللي هو قليل. مثلا هذاك مثلا الكليو ولا سيتروين ولا شي حاجه غادي تكريها مثلا ب $30، غادي تكري مثلا شي دفع رباعي غادي تكري ب $45 ولا $50 على حساب الموديل. السلام عليكم ورحمه الله. نايمة always says that. Yeah. The name of the cat is Persik. Persik. You want to say something else? Hello. My name is. Привет. Привет. ربنا يتعلم شوية ديال الروسية. دا دا Привет. صحيبة. ماشينة. ماشينة. ماشينة هي الطوموبيل. دابا انت كنت تدخل باركينغ ولا شي حاجه تقولوا ماشينه ماشينه، يعني باركينغ واش فابور ولا شنو هو. المسجد الا بغيتي تدخل ليه ضروري انك تلبس حجاب، يعني تغطي الشعر ديالك بحال على هذا الشكل هذا، ويكون اللباس ديالك مستور. الا ما كانش مستور غادي تلبس هنا واحد العبايه. وهذا الشيء راه كان حتى في الكنيسه ماشي غير هنا في المسجد. انا كما قلت لكم الا جيتي كري شي وحده بحال هذه باش تمشي مرتاح، باش بلا ما تبقى غادي وتهبط في الحفاري ولا شي حاجه وتهنى مع راسك. غادي تزيد واحد شويه ديال الفلوس ولكن راك غادي تمشي مرتاح، وانا متاكد مليون في المئه. الا مشى شي واحد كرا اما شوفي، الا كنتو مثلا غادي تبقى غير في العاصمه في بيشكاك ولا شي حاجه، تكري مثلا هذوك الكليو ولا ذوك الطوموبيلات الحاضره اللي تكون رخاص. ولكن الا كنتي غادي تخرج غادي تمشي مثلا للجبال، الشيء راه غير غادي تخرج على العاصمه، غادي يبان لك بان البنيه التحتيه ديال بزاف ديال المدن شويه صعيبه. حتى الطريق عندهم هنايا صعيبه شويه. ولهذا كي جيتي لهنا وبغيتي تكري غير هذوك الطوموبيلات الصغار، انا متاكد بان ما غاديش تسلكك. تقدر انك تم غادي لا قدر الله دير البارشوك ولا شي حاجه وتصدق مخلص بزاف ديال الروينه. شوفوا الطريق كي دايره، دايره بحال هكا الطريق. ثاني الطريق كي دايره زوين، يعني ما كانش عندك دفع رباعي ولا شي طوموبيله عاليه تلقى المشاكل. Ah!
تشوفوا الدنيا كي دايره وتشوف شوف شوف تورا شي حاجه واعره بزاف. شو كي دايره الدنيا جاية قصداني هذه البقره. انتما شوف كاين واحد الحاجه ما قلتهاش ملي كنت في بيشكاك. كنت شديت طاكسي وكان داك الطاكسي اللي ركبت فيه واحد السيد ملتحي كذا وباين فيه بان دوك الصفات ديال الاسيويين وبقيت نهضر انا وياه. كتهضر باللغه الانجليزيه هضرت معاه. هو منين جايين؟ جايين من الايغور، جايين من داك واحد كاين واحد الاقليه كاينه في الصين وتيهربوا بزاف ديال المسلمين. قال لي باننا حنا راه هربنا من تما وجايين لهنايا استقروا هنا في كيرغستان. وملي بقيت نهضر معاه قال لي حنا مضطهدين ندير حنا راه مضطهدين في هذيك البلاد وتقتلونا وهربنا لهنايا. بغيت نصور معاه ونقول له عاود ليا كذا ولا شي حاجه، لان بغيت نعرف انا انتريسي في هذاك الشيء وما بغاش. علاش؟ لان فيهم الخوف ديال الكاميرا، بالاخص هذوك الناس هذوك الايغور اللي كانوا تما هربوا بحال خايفين بزاف، لان غادي نشد انا الفيديو غادي ننشرو وهو غادي يستقى بحال قلت حاطين عليه العين ولا دايرين له شي حاجه ولا شي لعبه. ملي هضرت معنا قلت واش ممكن نصورك كذا قال لي لا. قلت له اللي بحال ما قال لي لا، غير قلت له نصورك ولا شي حاجه ويدير لي لا، هو يقرط عليا اللعب. وهنايا لاحظت بانه كاينين بزاف ديال الايغور تيجيو لهنا تيعيشوا في هاد البلاد هادي. علاش؟ لان كاين الامن هنايا وكاينين المسلمين كاينين مع خوتهم، بعكس انهم مثلا اللي جلسوا في الصين غادي تقتلوا ولا غادي يديروا بزاف د الحوايج. قال لي حنا بحال قال لي حنايا ملي كنا تما في الصين قال لي ما كانش عندنا الحريه ديال المعتقد، مثلا نصوموا ولا نزكيو ولا نمشيو للجامع ولا شي حاجه. انفو تعرفوك ولا شي حاجه مسلم قال لي تيقتيو عليك، غير تيشوفوك انك كتمارس هذوك الشعائر الدينيه ديالك، مثلا الصوم او الصلاه او مثلا تمشي للحج ولا مثلا تعطي الزكاه ولا شي حاجه، يا اما كتقتل ولا تيديروا لك شي حاجه. Can I try it? Yeah, it's good. Whoa. Calculator will adjust it. Yeah, well, he's gonna fly. The oog is so gek. Kijk de oog. Does he have a name? Name? His flight. Wow, this is how you can do it. احنا وصلنا لواحد البلاصه هنايا هي هذه سميتها 7 بولز روكس، بحال تقول واحد 7 صخور ديال الثور كما كتشوفوا معايا هنايا كاينين 7 هما هادو. الطريق باش نوصل هاد البلاصه ديما واضحاش بزاف، وجوجل مابس قليل فين كتخدم هنايا بزاف. هي كتخدم غير هي بعد مرات تخرجك في تخرجك للهويه، يعني ما كديكش الطريق الصحيح، يعني ضروري تكون عندك شي ماب اللي هي زايده. مثلا حنا تنخدموا بمابس مابس مي، واحد اوفلاين مابس تيليشارجي الخريطه. وهاد مابس مي هادي دارت غير بالنسبه للترافلرز، يعني شكون هذيك اللي تيدخل لي هذاك الداتا ديال الماب تيدخلوا غير الترافلرز، يعني تعتمد عليها بزاف. شخصيا تنعتمد عليها بزاف، وهي اللي كتخليك انك تشوف هاد الاماكن هادو. وهاد الاماكن هادو كاملين شكون اللي تيدخلهم؟ تيدخلهم غير المسافرين، يعني بنادم اللي تيسافر. شوف هنايا هادو بعض البنايات اللي من ايام الاتحاد السوفيتي، يعني واحد الشقق مازال الناس ساكنين فيهم لحد الساعه ومازالين واقفين على الصح كما كتشوفوا. شوفوا معايا دابا هاد البني هذا من ايام الاتحاد السوفيتي. الحمية يرجع عندنا. هاديك ياك شي ناطي حمير ديال كيرغيستان. شادي المرة ديالك ولا
أبي أنا بجوج ومحاملين. They're pregnant, both of them, I think. They're just fat. Do you think so? Can. واجي يا أخي. واجي. واجي عندنا. لقينا واحد الحجرة حتى دابا انا يشوفوا فين دابا راه وسط ها وسط الجبال. شوفوا البلاصه اللي كانت واجد فيها. شوف شوف فين كانت واجد. تواجد في هذه البلايصه في هذا الجبال ياكم. والانترنت كاينه كاينه طالع ال LTE وكاين الريزو كامل طالع. عرفتي كاين واحد الحاجه اللي صدرنا سنين هنا هو الثمن ديال الانترنت. الانترنت بنادم اللي داير ابون اللي داير مثلا بحال نقولوا حنا مدخل الانترنت للدار شحال كيخلص. عنده داكشي ايليميتي, عنده التلفازه, عنده كلشي. شحال تيخلص؟ يخلص 6 اورو 60 درهم للشهر. وانا شحال درت؟ درت هنايا درت 18 درهم تقريبا. 18 درهم قول شي 200 صوم 200 صوميه هذيك كتعطيك شي 18 درهم 19 درهم. شحال عطاوك؟ 25 جيجا ديال الانترنت وايليميتي ديال لي زابيل نفس البروفايدر نفس لاكارت اللي عندك. وعطاوك ايليميتي ديال لي اس ام اس 25 جيجا ب 18 درهم. عيش الانترنت هنايا رخيص. الانترنت دايره بحال نقول لك بحالاش بحال البصله في المغرب. ودابا البصله ولات غاليه في المغرب. ياك كتتفقي معايا في هاد الهضره هادي اللي كنقول؟ ياك كتتفقي معايا؟ شي ماشي معقول. انت هاد السيد هذا اللي قدامي تشوفوا فيه هنايا عاد دابا جا عندي سولني قال لي منين جيتي؟ قال لي واش جيتي مثلا من الغروب ولا شي حاجه؟ قلت له لا. ماي نيم از امين. امير؟ امين 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 ما شاء الله. امين ميرلان. امين نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو. اي ليف ان كاراكول سيتي. او يا كاراكول سيتي يا وي كيم فروم كاراكول. ماي بوي هود ان كورور جيتوغس. بوي هود اجيتوغس كورور جيتوغس زيد بوي هود. اي ليف ان كاراكول. او يا That you have a land here, maybe. Where do you live, huh? We are in. We are staying in Karakol. Ah, Karakol. Yeah. Memo guest house. Memo guest house in Karakol. Yeah. Sure. Yeah. Good. Yeah. Good. Yeah. Rahmat. Rahmat. هادسي هذا جا يسولني قال لي منين جيتي؟ قلت له أنا راني جيت. قال لي واش أوروبا؟ قلت له لا إفريقيا. قال لي إفريقيا. قال لي وين؟ قلت له المغرب. ويقول لي المغرب. قال لي رباط. يعني شوف بنادم فين ساكن؟ ساكن في هاد البلايص هادو وعارف الرباط. هنا دابا طلعنا لواحد القمة. واش تشوفوه داك من الفوق كي داير؟ واو شوف معايا. شوف واو شوف الدنيا كي دايره. شوف الدنيا سبحان الله العظيم. شفتيني من هنا؟ هذا الشيء عجبني نجيب حالة البلدان هنا.